شفت مرحبا بكم معنا في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. صراحة مجموعة من الشباب اللي ما كيعيدوش أو اللي ما كيدوزوش عيد الحب كيدوزوه مع الأمهات ديالهم. معايا دا واحد من الشباب مرضي الأم ديالو تشكر في عيد الحب ديالها وقال لك كبراتني رباتني تكرفصات عليا، فالهدية نقدر ندي لها واحد بوكي دو فلور أو لا واحد مشموم ديال الورد تعبيرا عن الحب ليا الأم ديالي. خويا السلام عليكم. تفضل اخويا الورد. خويا هذا دابا في الوقت حيت الوالده ديالي بالنسبه للحب بس نعبر على الحب ديالي ليها، واخا ماشي ما الحب ما كيتسناش مناسب، الحب ما كيتسناش مناسب فقط مع الوالدين، ولكن قرات في هذا النهار يكون سبيسيال اللي عندها في الخدمه ديالها. هي خدامه مسكينه، خدامه هنا في واحد الشيء اش تحمك الوالد خدامه هنايا. خدامه الوالد خدامه في واحد شيك هنا. هز شويه شمم النوار دوز هكا شويه باش يبان. شحال خديت هاد البوكي ديال النوار؟ خديتيه 150 درهم. 150 درهم بالنسبه راه والو بالنسبه للوالد، ما مقارنه مع داكشي اللي فات عليا. بالنسبه ليا والو والو. اول مره غتحتفل معاها ولا دائما؟ اول ما انا طاحت عليا باز البارح كنت بارد، وانا نقول غدا عيد الحب بنادم محتفل مع صاحبته تخابيق محتفل مع صاحبته اللي خاون مو شي تنشد الذهب باش يعطيها ليها، اللي خاون مو وزعها باش يعطيها ليها. يعني شباب يشوفوا الوالديهم باش يفرح واحد الانسان اللي ولد لهاد الدرجه هادي ولاو كيشفروا لوالديهم باش يفرح. باش تكوي لهم في عينيهم. انت كتامن بالحب ولا ما كتامنش به؟ حب الوالد، حب الوالدين. ماشي نقول لك ما كاينش، كاين الحب ولكن واحد النسبه في المغرب قليله قليله. المغرب شنو فيه؟ فيه المصلحه، فيه الطمع بزاف. في هذا الوقت اذا كان عندك فلوس غتعيش، ما كانش عندك فلوس ما غتعيش. الا ما كانش عندك فلوس ما تعيش. ولا ما تزوجش. ولا كان عندك فلوس، شي فلوس كيعطيو قيمة فاشكم. ولينا كنسمعوا بعض الفتيات كتقول خاصني الدار، خاصني الطوموبيل، خاصني كذا، عاد نتزوج. شنو بالك في هذه القضية هذي؟ تبقى حدا ما. تبقى حدا فيما لا تبقى حدا ما. اش غتعطيني؟ حتى شي اضافه. انت كتامن بان الحب خاصو يبنى من الصفر وانسان يضحي معاك والتضحيه شتي الحب هذا كاين خاصو يكون فيه مفاهم، خاصو يكون فيه بعدا كان اول حاجه اللي ما كنتش كتحب امك وباك ما كنتش موت هذاك الحب اللي غادي حيت ما حبيتش امك وباك ما غاديش فهمت. ما غاديش تحب الناس. حتى كتحب الام ديالك؟ غير تضحك عليك. حتى كتحب الام والاب ديالك؟ نحب كتبغيهم بزاف. حيت من صغري هما مقاتلين عليك. مقاتلين عليك من الصغر؟ من الصغر. شحال من سنه دابا تقريبا عندك؟ من صغري حتى انا ملي تولدت. لقيت مشاكل بزاف. وتملي ولكن راضي مكتوب من الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. قالوا لي بزاف ديال الحوايج من طرف. كتلقى الوالدين بجنبك. خصوصا الوالد. عمرها فاتك الام ديالك. عمرها فاتك. عمرها فاتك الله يخليك الوالده ديالك. دابا غدي لها هذا المشموم ديال النوار هذا شنو غتقول لها؟ غنقاو نقول لها عيد الحب سعيد الوالد. ما صلحتش لك الفكره ديال تكتب لها شي رساله تحطها لها وسط هذا المشموم. الرسالة هي اللي غادي نجي عندها ونقدم لها الرسالة، هذيك الرسالة اللي غادي نجي عندها. غاتبوس لها راسها وتقول الله يخليك لي الوالدة. هذيك نجيتي عندها من قاطعنا لهنايا. فين ساكنتها؟ ساكن فوق. بعيد؟ بعيد. جيتي عندها الخدمة ديالك؟ جيت عندها الخدمة ديالك. الله يخليها لك. اللهم آمين. شنو تبغي تقول لها؟ شنو تبغي تقول لها؟ إذا كانت كتشوفك دابا، إذا كانت كتشوفك. الله يخليك لي و واقف عارف لي ديما أي حاجة كن عندي علاقه بك قليله في حقك حيت انت عطيتني الحب. عطيتك الحب. كاينين دابا الدراري كيشريو الهبه ديالهم كينساو البوم ديالهم. كاينين
كاين اللي كيشفر مو باش يدي صاحبته. كاين اللي كيشفر مو كاين اللي كيشفر ليها سميتو الذهب ديالها باش يشوفها واحد الانسان اللي ما كتستاهلش. ما تستاهلش. 3 ايام 4 ايام غتقام احسن منك غادي تلوحك في 6 ثواني. ما تعقلش عليك. ما غادي تعقل عليك حيت انا قلت لك كاين الناس وكاين وكاين الناس الله يسمح لهم الله يسمح لهم ولكن حتى هذوك حتى هذوك حتى هما تلقاهم عندهم الظروف ديالهم تلقاهم هما اللي كاين واحد الفئه ديال البنات خازوا لهذا الدومين هذا الشيء تصرفوا في الحب مسمينا على اساس واخا ما انت كتفرج فيك دابا شنو تبغي تقول الام ديالك شنو سميتها؟ سميتها السعديه الطالب السعدية لالا السعدية الله يخليها لك شنو تبغي تقول لالا السعدية كنحماق عليها كتحماق عليها الله يخليها لك الوالدين كنز اخويا تهلا في والديك ما كيتعوضوش ما كيتعوضوش الوالدين اخويا ما كيتعوضوش الوالدين سير الله يسهل عليك الله يفتح لك باب الخير اذا المشاهدين الكرام كيف ما تبعتوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الشاب اللي شاري مشموم ديال النوار وغادي به الام ديالو فالله يسهل عليه مشموم ديال النوار اللي شراه 150 درهم وجاي دار الطريق باش يدي الام ديالو في الخدمه ديالها كان امن الحب فقط.